بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. زيكم حبايب يوميات أسرة على قد الإيد، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب، ورمضان كريم علينا وعليكم. النهاردة حبينا بس نشارككم ونديكم فكرة، لأن احنا كلنا بنفكر بعدينا، كلنا شاطرين ما شاء الله، وكلنا بس بندي أفكار لبعض علشان بنقوم الصبح نقول هنعمل إيه النهاردة، فهي كلها أفكار بس، إنما على الشطارة والعمايل كلنا ما شاء الله شاطرين، وكلنا بنعرف نعمل كل حاجة. احنا النهاردة إن شاء الله ربنا كرمنا وعملنا مسقعة، عملنا بطاطس مهروسة، عاملة حامية وبردة عشان خاطر عيالي، عشان خاطر احمدتي اللي بيقول لكم حطوا لايك، وعملنا سلطة بابا غنوج وبطاطس مهروسة، وعملنا سلطة وقلينا سمك، والحمد لله والشكر لله. وعندنا بلح، وطبعا في انواع عصاير كتير، اهم حاجة العصاير اهم من الاكل والله. احنا بنقعد نشرب في عصاير بسم الله ما شاء الله، يعني ما بناكلش. يلا الحمد لله، بعد كده بقى بعد الساعة 10 بناكل. يلا الحمد لله، كل سنة وكلكم طيبين يا رب، ويعود علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بخير وصحة وسعادة يا رب، وكل واحد ربنا يديله اللي في نفسه واللي بيتمناه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.